نروح بقى للمنتخب الأولمبي، لأن في جديد في هذا الملف، والجديد في هذا الملف كمان يعني عمل زي عارف اللي هو مع وضد على السوشيال ميديا. برضو برجع أقول لحضراتكم تحديدا على تويتر، أنا بحب أتابع، فناس قالت القرار ده كويس جدا، وناس قالت لك يعني إيه لازمة القرار ده ما الدنيا ماشية كويس. قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تعيين وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة متحدثا إعلاميا للجبلية، كما قرر المجلس توجيه الشكر للجهاز الفني للمنتخب الأولمبي والشكر أيضا للجهاز الفني لمنتخب الصالات، كما قرر المجلس توجيه الشكر ل وجيه أحمد مع الاطلاع على خطة التطوير لعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام. وأكد وليد العطار أيضا المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد بيقدم كل الدعم للمنتخب الأول برئاسة كارلوس كيراش، وأضاف سنظل دائمي الدعم للمنتخب الوطني من أجل الصعود لكأس العالم العام المقبل البطولة المقبلة، والأهم التركيز الهام في القادم. وقال تحديدا هنا بقى، ودي النقطة يا كريم، رحيل شوقي غريب بسبب عدم وجود ارتباطات حتى مطلع العام المقبل، ولا توجد أي أزمات مع المدرب، وأنه لا يوجد أي تجمعات للمنتخب في الفترة المقبلة، وليس لنا حاجة لتعيين مدرب خلال الفترة المقبلة، لذلك قررنا توفير النفقات التي يتم صرفها بشكل غير مفيد، وسيكون هناك تنسيق لهذا الأمر في الفترة المقبلة. فهو ده القرار. البعض قال لك طيب يعني ما الدنيا برضو مع كابتن شوقي كويسة، يعني ايه الداعي؟ فليه بنعمل كده؟ طب لما هنيجي نعين حد تاني، طب ما احنا هنعين حد تاني ربما برضو بتكاليف اكبر، يعني فاهم القصة؟ يقول لك طب احنا ممكن كنا نعمل فريزنج شوية للفترة دي، مش ان احنا يعني نقيل او ان احنا نستبعد او ان احنا يعني ما اعرفش، يعني انا ما اعرفش، الاراء مطروحه كلها، لكن ده القرار اللي كالعاده صدر شويه كده والصوره حدان. نعم يعني بقول لك كالعاده شويه كده والصوره حدان. ما اكيد يعني لو في اي اسباب اخرى يعني غير معلنه، يعني حد ما هيطلع بتصريح ما تتضح من خلاله الصوره، قد يكون على كل